لم يكن زكريا المعتقل منذ عام في سجون تشرف عليها الإمارات بعدن جزءا من القصة التي سردها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قبل أيام، محاولا ربط الإرهاب الذي يعصف بعدن بالحوثيين فقط. إنها قصة من مئات القصص التي تحكي تاريخ عدن الجديد الموصوم بالإرهاب والاعتقالات والتغييب والتعذيب حتى الموت، وهي الموجة التي فاضت عن بحر الإرهاب الإماراتي وبشاعته لتضرب هذه المدينة المسالمة. زكريا اسم تعرفه عدن جيدا، فهو عضو المجلس المحلي لمديرية المعلى وأحد الشخصيات التربوية البارزة، ومصلح اجتماعي وقيادي بارز في تجمع اليمن الإصلاح بعدن، وأحد أبرز الناشطين في المجال الإغاثي والإنساني بالمحافظة عبر جمعية إقرأ التنموية. قبل نحو عام وتحديدا في فجر 27 من شهر يناير من العام الماضي، اعتقل زكريا على أيدي أفراد يلبسون بزات عسكرية تشير إلى أنهم ينتمون إلى الأمن الذي يقوده شلال، وهو في طريقه إلى المسجد لأداء الصلاة. ومنذ ذلك الحين غاب عن الأنظار، ودخلت عائلته في دوامة لا تنتهي من البحث عنه في السجون الكثيرة التي أنشأتها الإمارات في عدن. أسوأ الأخبار التي وصلت أسرة زكريا وعلى رأسهم والدته هو أنه عذب حتى الموت، خبر وقع كالصاعقة، ولكنها اليوم وبتماسك الأم الصابرة المحتسبة تطالب بالكشف عن مصيره ممن تعتقد أنهم يتحملون أمانة المسؤولية عن المواطنين في عدن بدءا من شلال مرورا بالميسري وانتهاء بالرئيس هادي. وعبد المنصور هادي رئيس الجمهورية، إن يتحركوا إن يعملوا أي شيء أن يوروا لي مصير ابني أين هو، يقول يعطي زي ما هو في حالة سيئة أو في حالة طيبة أو في أي مكان يكون، المهم يظهروا ولدي حالا، وهذا ما أرجو من الجميع. الشارع العدني المحتقن إزاء الممارسات والانتهاكات الخطيرة بحق الأبرياء من أبناء المدينة لم يهدأ أبداً ولن يهدأ على ما يبدو، فقد نفذت أسرة زكريا أحمد قاسم وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة في الشارع الرئيس بالمعلى للمطالبة بالكشف عن مصيره بعد مرور نحو عام على اختطافه من قبل إدارة أمن عدن وإخفائه قسراً، حيث عاكست هذه اللافتات ما يعتمل في نفوس هؤلاء. لسنوات مضت مارس الأمن في عدن دور وسيط سيء بين الناس ومجامع القتل والتعذيب الإماراتية، وآن لهذه الممارسات الخطيرة التي تجري تحت مظلة الجمهورية اليمنية أن تنتهي، وتنتهي فوراً.